يا شومي، كلمة دارجة بين أهل المغرب العربي تستخدمها النساء بالأساس للتعبير عن شدة الاستنكار والاستهجان. أصلها يا شؤمي، أي يا شؤم ما رأيت، وفيها تحسر عميق على ما شهد المرء من عمل معيب مستنكر يجعله يتشائم ويكتئب. في بلاد الشام تستخدم العبارة بصيغة مختلفة، يا عيب الشوم، ويغدو اقترانها بالعيب أوضح. يقال إن أصل الحكاية في سوريا ولبنان يعود إلى الشوم، أحد أنواع الورد الجميل الذي ينبت في الصحراء. ذات يوم كانت بدوية تمشي مع صويحباتها بعيدا عن مرابض القبيلة، فشدت ناظرها زهرة حمراء قانية، قطفتها وجلست مع رفيقاتها يتأملن بديع صنعها ويتجاذبن أطراف الحديث. حين همت بالنهوض فاجأ الفتاة تلطخ ثوبها الأبيض الناصع بحمرة الزهرة البهية، وعند عودتها بذلت قصارى جهدها لإزالة الحمرة التي لطخت ثوبها بلا جدوى، فقالت متذمرة متكدرة: يا عيب الشوم، أي إن وردة الشوم البديعة يعيبها دبغها ما يلامسها. سمعها من حولها وباتت كلماتها مثلا يسري على ألسنة الناس، وكلمة شؤم أو شوم من الكلمات العربية التي انتقلت إلى الإنجليزية، فباتت شيم وبقيت تفيد ذات المعنى وهو العار والعيب. كيف تستخدمونها في لهجاتكم؟